إدارة البلدية والبيئة وممثلة بإدارة المحميات الطبيعية وبالتعاون مع قسم التقنية الحيوية بإدارة البحوث الزراعية وكلية الطب. بما نحن ذكرنا الكليات، كلية وايل كورنيل أعدوا مشروع لا علاقة بدراسة البصمة الوراثية للمها العربي بمحميات قطر. أهداف كثيرة تتعلق بهذا المشروع، وش كثر أيضا تجاوزوا مرحلة نقول الانقراض أو المحافظة على هذه الهوية. يسعدنا أن نحن نستضيف الأستاذ سالم حسين السفران، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة. صباحك سعيد. صباح النور يا أخوي محمد، ومرحبا أخت حنان. أستاذ سالم، البصمة الوراثية مشروع حق المها، ممكن تكلمنا عنه أكثر؟ طبعا هالمشروع بدأ من توجه دولة قطر للحفاظ على الهوية الحياة الفطرية في الدولة، ومن ضمنها اللي هو المها العربي اللي معرض للانقراض، واللي يعد أيقونة من أيقونات الإرث البيئي في دولة قطر. أكيد له هوية وله طابع مختلف. نقول إيش كثر أنتم بدوركم في الوزارة وجهودكم علشان تحافظون على هذا الحيوان؟ طبعا البلدان العربية وطليعتها دولة قطر ابتدت في عملية الحفاظ على هذا الحيوان المعرض للانقراض، وتداركا لهذا الأمر أنشأت محميات مغلقة في البداية. كان بداية هذا الإنشاء سنة 79 بعد دروس قليلة من المها العربي، وبعد تكاثرها ابتدت تتوسع عندنا النظرة إلى إنشاء محميات أخرى لزيادة أعدادها فيه وتباعدها عن مكان واحد، حتى يكون في حفاظ عليها من الأوبئة اللي قد تنتشر في مكان واحد. فلذلك كانت عندنا فكرة اللي هي عمل البصمة الوراثية، اللي من خلالها نقدر نفرز الأنواع الجيدة من هذا الحيوان، ومن خلاله نبتدي ننشئ أجيال جديدة فيها صفات وراثية عالية من ناحية الشكلية الجمالية ومن ناحية مقاومتها للأمراض. طبعا هذا تم من خلال اللي هو التعاون ما بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارتي إدارة المحميات الطبيعية اللي متواجد فيها هذا الحيوان، لأن تجاوزنا اللي هي الهدف اللي هو أن هذا الحيوان معرض انقراض. خلاص الأعداد عندنا الحمد لله يعني وصل أعداد جيد في المحميات ككل. الهدف الحين أن احنا نستخلص اللي هي أنواع جيدة وممتازة منها من ناحية البنية ومن ناحية المقاومة. فصار تعاون ما بيننا وبين اللي هي الإدارة الثانية اللي هو البحوث الزراعية ممثلة بقسم الحيوية التقنية الحيوية، بالتعاون مع جامعة الطب وايل كورنيل في مؤسسة قطر التعليمية. هذا المختصر يمكن. جميل، بس أبو حسين ليش المها تحديدا؟ ما أهمية هذا الحيوان؟ المها هو رمز وطني لدولة قطر، يمكن الكل شاهد الرمز اللي موجود في ذيول الطائرات خطوط القطرية الخطوط الجوية القطرية مثلت برأس المها. أيضا في المحافل الدولية اللي كانت تتم في دولة قطر منها المحافل الرياضية الأسياد 2006 استخدموا أوري اللي هو أوركس، وكان موجود على حاطين مجسم ماله في كورنيش الدوحة. حلو، وجود هذا الحيوان نقول في أكثر من مكان له رمزية وله هوية يمكن تتعلق به لكن بالدولة، لكن نتكلم أيضا من جانب الأجيال. يعني هل بوجهة نظرك تعتقد بأن اختلاف كل جيل هو اللي يحافظ على هذا الحيوان وقيمته أو يهدد بانقراضه في المقابل؟ لو أعطينا مثال حي على الإنسان، مثلا الإنسان الحين في بعض يعني تقارب في العائلة يقول لك يعني يفضل أنه يكون أحد خارج هالعائلة يعني يتزوجون أو كذا، منعا للأمراض اللي قد تظهر وراثية. الحيوانات نفس الحاجة، المها العربي إذا كان التزاوج يتم في قطيع واحد ويكون الأب هو الابن هو اللي انتشر يعني نفس الجيل، فيؤدي إلى تصاغر الحجم، ظهور اللي هو الطفرات الجينية اللي تقلل من عملية مقاومته للأمراض، سهولة يعني إصابته بالمرض وعدم مقاومته. فالمشروع هو هنيه أن استخلاص اللي هي
العينات من الذكور الجيدة والإناث كذلك، وتزاوج ما بينهم بس يكونون بعيدين عن بعض، يعني مش من نفس القطيع، بحيث أن الجيل الجديد اللي بيطلع يكون فيه هذا الهدف اللي احنا بنرى له. أنا بعيد صياغة سؤالي، لأن يبدو أنك خليتها من ناحية المها نفسها، أنا كنت أقصد ثقافة الجيل بشكل عام، يعني جيل 2020 يختلف عن جيل 2000، أتكلم عن المجتمع نفسه، ما أتكلم عن الحيوان، ثقافة المجتمع لما اليوم يعني في ناس تغيرت اهتماماتها، صار تصب في تكنولوجيا أو في شيء معين بعيداً عن النباتات والمحميات وهالشكل، فهل تعتقد أن ثقافة المجتمع لما تتغير تؤثر على الحيوان؟ بالنسبة لي أنا أقول لك على العكس، المجتمع القطري فيه حب شديد للطبيعة والبرية، مثال على ذلك فتحنا فترة من فترات اللي هو محبي اقتناء هذا الحيوان، في فترة في أحد المعارض اللي هي معرض سهيل، وتقدم لنا الكثير من يعني محبي هذا الاقتناء وكلهم قدموا عليه وحتحصلوا عليه. حلو. طبعا كان عندنا اشتراطات معينة بحيث أنه يكون المكان مهيئ لهذا الحيوان، لأنه حساس جدا ما يحب يكون قريب من الناس، مش يعني لا تحطه قريب من الحيوانات اللي هي المربعة نفس الماعز، تكون لا منفصلة بعيدة عنها، لأنها تنتقلها الأمراض بسرعة عن طريق هذه اللي هي الحظائر، وكيفية التعامل معها نعطيه يعني موجز، يكون في طبيب بيطري معانا نراعيها، نتأكد يعني من مكان مهيئ صحيا لها، وكيفية التعامل معها، لأن يجون عندنا ونرويهم كيف احنا نتعامل معها، وكيفية من ناحية التغذية، من ناحية السقاية، والفترات اللي ما تقربون منها اللي فترة الولادة بالنسبة للإناث تكون حساسة وطبيعتها تخاف على الغضيض اللي هو صغير المها يسمونه غضيض عندنا. فهذه كلها تبين يعني ما زال عندنا في يعني المجتمع محب لهذه الطبيعة. بس أبو حسين بنلاقي توجه الدولة حاليا فترة نقول العشر سنوات الأخيرة إلى حماية العديد من الحيوانات في البيئة القطرية، سواء الحوت القرش، سواء السلاحف، إلى الفلامينغو، إلى الكثير، مو بس في الحيوانات المهددة بالانقراض، أيضا إلى أنواع معينة من النباتات. لو نتكلم عن اهتمام الوزارة نفسها اللي قائمة على اهتمام الدولة، حاليا في إدارات تتعاون في وزارة البلدية والبيئة في الحفاظ على بعض الروض اللي كانت في السابق تعرضت للاندثار بسبب قلة الأمطار أو الرعي الجائر أو له، فطلعت تشريعات جديدة تحافظ على هذه الأمور وتحدد هذا الأمر بوجود يعني اللي هو مفتشين المحميات موجودين في البر، وفرض مخالفات، وفرض مخالفات موجودة، بالإضافة إلى أن في تعاون ما بيننا وبين الشركات القائمة اللي تقوم يعني مشاريع في بعض الأماكن اللي فيها روض قريبة منها. أيضاً. ففي نفس الوقت اللي هذا يعني المكان يحتاج إلى هذا الطريق، هناك بعض الجزئيات من الروض يعني مش له تأثير كبير على الطبيعة، لكن يتم التنسيق ما بينه وبينهم أن يكون لكم وجه تعاون مع الوزارة بحيث أنكم تتبنون عملية مثلا إعادة تشجير نباتات البرية في هذا الروض اللي تتوائم مع هذه المنطقة لمدة معينة، وبعدين تبدأ يعني عملية نباتها طبيعيا بدون تدخل الإنسان. جميل، يعني أنا أشوف أنه فعلا يمكن كل فترة تمر علينا نشوف أنه مثلا في حيوانات مهددة فعلا بالانقراض، يمكن سوء تعامل، نقول مجتمع أحيانا اختلاف ثقافات، كل صحيح. مجتمع يهتم بحيوان معين وغيره. حاليا كل سنة يعني من فضل الله يتواجد عندنا أنواع من الكائنات الفطرية، مثلا السلاحف صقرية المنقار تجينا كل سنة وتبيض عندنا وتفقس، في الفترة هذه احنا نقوم بحماية هذا المكان. طبعا هذا يعني كثير من الناس يرغب انه يحضر هذا المكان ويكون يعني على علبه ويحضر عمليه اطلاق هذه السلاحف الصغيره اللي تكون في هذه المنطقه، بالاضافه لحوت القرش اللي كل سنه يمر علينا والناس تغوص عشان تكون محاذاتها وتقرب منها وتصور معه. في عندنا اللي هو ابقار البحر يجي قطيع كل سنه، السنه هذه تم تصويرها لانه هو يعني كائن خجول ولا يحب حد يقرب منه، الغواصين ما يقدرون يقربون منه، هو عشبي يعني ينزل فترات تحت الماء ياكل وبعدين يرتفع في قطيع واحد، فالسنه هذه ما شاء الله تجاوز ال 50 كان قطيع مع بعض صغار وكبار، فكانوا يشوفون الجيل الصغير الجديد اللي رافق الامهات اللي كان عام مار علينا. شيء حلو، شيء جميل.
ترى انا رحت الحوت القرش، شيء جميل جميل، ودائما يحرصون ان تعاملوا معاهم بلطف، لان حتى هو قشرته تكون حساسه ناعمه جدا، فناعمه جدا، ان لا يصيده خدش او ذي، لان هذه الاشياء ممكن تسبب له جروح، والجروح هذه تسبب الى هلاكه. صحيح. فبعد هناك يعني لازم نعرف ان الكائنات الحيه بشكل عام الله عز وجل لما خلقها تسبب توازن في البيئه، يعني لا حد يهمل يعني حيوان يستصغره، مثلا القنفذ البري، القنفذ البري هذا يخلصك من اشياء كثيره يعني في الطبيعه، من الثعابين، من العقارب، لان الله عز وجل اعطاه الشوك هذا اللي عليه، فهو بس يمسك الكائن هذا يقفل على نفسه يقعد ياكل فيه قطه. حلو. بالاضافه للحيوانات الاخرى، الارانب، سواء الطيور المتواجده في قطر ومستوطنه، احنا دائما نحط التشريعات اللي تحافظ عليها وتكون فيها تنبيهات حق الهاوين القنص او شيء في فترات القنص، ان هذه لا تقربون لها، هذه مش طيور عابره، اللي عبر بيجيك وبيروح، يعني قد تصطاد منه ما عندك اي اشكاليه، وحددوا القوانين اللي من خلالها استخدام اللي هي الادوات الخاصه بها. احنا نقول نشكركم ونقدر العمل اللي يكون من خلالكم، لان فعلا وجود تشريعات، قوانين، لوائح ممكن المجتمع يتبعها اليوم، هذا كله يعود لمصلحه الحيوان، اللي اكيد من خلاله نقول يعكس ثقافه مجتمع ويعكس ثقافه بيئه. يعطيك العافيه والصحه على جهودك. يعافيكم جميعا، وشاكر لكم على وقتكم اللي اعطيتوه تحتونا نعرفكم هذا المشروع اللي عندنا. ما قصرت.